زملائنا انتخبت اليوم موضوع الجراحة عند المريض المصاب بفيروس كوفيد 19 لحتى لمح إلى الطرق الوقائية والتدابير الناجعة التي يجب أن تستخدم عند مواجهة مريض مصاب بفيروس الكوفيد 19 واللي يحتاج إلى رعاية طبية، إن كان عملية جراحية إسعافية أو إجراءات طبية أخرى كتنظيف عصبات أو تنبيب أو ما شابه. وسوف أعرج أيضا إلى الاستخدام الواعي للموارد البشرية خلال مثل هذه الجائحات، خاصة أنه أصبحنا نرى بعض الإصابات في الطاقم الطبي في مشافينا. وبهذا الموضوع انتخبت حقيقة انتخبت مقال نشر حقيقة بأبريل 2020 بمجلة World Journal of Emergency Surgery، اللي كتبه حقيقة مؤلف إيطالي فريدريكو كوكوليني، تكلم بعنوان Surgery in COVID-19 Patients Operational Directive. الحقيقة في معلومات مهمة كتير عن بهذا الخصوص، فأردت انتخبت جزء منها كأساس لمحاضرتي هذه ومقالتي هذه لتعم الفائدة على جميع الزملاء. أولا فيما يخص أهمية الموارد البشرية، يجب أن نذكر بعض النقاط المهمة حقيقة في جائحات الكورونا. أول كل تؤكد جائحة الكورونا على أهمية استخدام الوعي للموارد البشرية، وهذا مهم جدا حقيقة بهدف ضمان قدرة خاصة الجراحين والمهنيين الآخرين مختصين للعمل خلال فترة الوباء، وبهدف تقليل العدوى في هذا القطاع بالخاص، قطاع الأخصائيين والمقدمين الرعاية الصحية من ممرضين وممرضات ومختصين وخاصة الجراحين، لأن تعرض عدد كبير من كبار الجراحين، الجراحين عموما وكبارهم خاصة للمرض، تعرضون المرضى المصابين يزيد إمكان إصابتهم ويتطلب أن ينعزلوا عزلا ذاتيا، وهذا يخرج طاقم كبير ومهم من العمل الطبي في حين أحيانا نكون في أمس الحاجة إليه، مما يؤدي إلى نقص خطير حقيقة في الخبرة العليا داخل الفرق الجراحية. والأمر النفس لدى كل الموارد البشرية الحقيقة المعنية بالرعاية الصحية كما قلت، من أخصائيين في الاختصاصات الثانية في الداخلية وغيرها والإذنية والعينية وغيرها، والمقيمين بشكل خاص والممرضات بشكل خاص جدا جدا أيضا، وكل الإدارة الموظفين غير الطبيين. فالتنظيم الجيد والنهج الوقائي سوف يؤدي إلى تقليل إصابات الجماعية هذه وحماية الطاقم الطبي بأعلى درجة يمكن المحافظة عليها. كيف بده يكون ذلك؟ هي الخلاصة الأولى اللي نستخلصها، أن الجراحين والاختصاصيين والعاملين في التخصصات الفرعية بشكل عام يعتبرون موردا قيما خلال الإصابات الجماعية، وهذا المورد القيم يجب تقليل العدوى فيه أو ومنع الوفاة فيهم. ولم يجد إذا أحدنا قال ممكن نستدعي أطباء متقاعدين أو أن نتعاقد مع أطباء جدد، لم تجدي إعادة استدعاء المتقاعدين أو تعاقد مع موظفين جدد من تحسين الرعاية الصحية، لأنهم يكونوا قد تركوا العمل من فترة طويلة وابتعدوا عن أسلوب العمل الذي تتبعه الدائرة الصحية والمستشفى بشكل عام. إذا ما العمل في هذا المجال؟ لازم نفكر ونأخذ احترازاتنا الحقيقة كتير. من هنا نطلع بنتيجة، يجب هيكلة الأنشطة الجراحية أثناء الوباء، يجب هيكلة الأنشطة الجراحية أثناء الوباء. كيف يكون ذلك؟ تكون هيكلة الأنشطة الجراحية أثناء بما يلي: أولا تأجيل جميع العمليات الجراحية الباردة،
لجميع المرضى المشتبه بإصابتهم بالكوفيد 19 حتى يتم تأكيد إزالة العدوى منهم. إذا المريض عنده فتق، إذا المريض عنده سلع درقية، إذا المريض عنده هذه الأمراض التي يمكن أن تؤجل فتؤجل فورا، ويقتصر على العمليات الإسعافية التي لا يمكن أو شبه الإسعافية، كالإصابة مثلا بالأورام التي لا يمكن تأخيرها، وإصابة مثلا بنفس الدم وغير ذلك. النقطة الثانية، يجب اشتراك الحد الأدنى من الموظفين عندما يكون التأجيل غير ممكن. إذا عندنا 10 عناصر في غرفة العمليات، يجب أن يقتصر العمل على 2 أو 3 كأقصى حد، والباقي يكون بعيدين، يجب أن يكونوا بعيدين عن هذا المريض حتى يبقوا على شكل ريزيرف، على شكل احتياط للعمليات الأخرى في حال يا سمح الله أصيب أحد العاملين أثناء قيامه بعمله بعدوى من هذا المريض. ثالثا، يجب مراعاة استخدام الموارد بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية طبعا والموظفين عموما، إذا الموارد الطاقم الطبي والموظفين عموما والأجهزة. ويجب عندما يكون هناك ضرورة لاستخدام الأجهزة أن نستخدم الحاجة بحد أدنى منها، وأن نستخدم الأسرة العناية المركزة أيضا بحد أدنى، ونبقي معظم الأسرة احتياطا للحالات الجائحة وللمرضى الضروري أن يضعوا في العناية المشددة. وكذلك مكونات الدم لا نستهلكهم بعمليات غير إسعافية، ونصل إلى مرحلة عندما نحتاجهم بعمليات اضطرارية نكون قد استنفذنا مكونات الدم الاحتياطية. ما هي التعليمات الإدارية للوقائية العامة؟ قسمت حقيقة التعليمات الإدارية العامة يمكن نقسمها إلى 3 شروط للتعليمات. الفكرة الأولى، يجب التعامل مع جميع المرضى المشتبهين بإيجابية الكوفيد 19 على أنهم والمحتاجين التداخل على أنهم إيجابيون، ولو أنهم مشتبه بهم نعتبرهم إيجابيين. يعني يجب أن حتى يثبت خلاف ذلك، وذلك حتى يجب أن نأخذ الاحتياطات كاملة وكأنهم مصابين حتى، فإذا كانوا حقيقة في البداية غير مصابين ممكن يكونوا تظهر الإصابات فيما بعد، نكون قد أخذنا الاحتياطات الكاملة عند التعامل مع هؤلاء المرضى إن كانوا إيجابيين حقيقة أو أن مشتبه بإصابتهم، وذلك من أجل تقليل انتشار العدوى. ثانيا، يجب أن تكون التعليمات الصحية مبرمجة بدقة عالية وواضحة للجميع، بحيث أن كل الموظفين في المشافي وفي كافة الشعب على اطلاع كامل مع هذه البرامج لتنفيذها تنفيذا دقيقا. الفكرة الثالثة أو التعليم الثالث، يساعد التخطيط الدقيق والاقتصار على العمليات الإسعافية على تقليل نقص العاملين والموظفين والذين قد ينجم عن إصابتهم بمرض الفيروس غير متحكم. عندما نعمل احتياطات كافية فإنه ينقص عدد العاملين الموظفين اللي ممكن أن يصابوا بهذا المرض، وبالتالي نحافظ عليهم. يجب تخصيص الأخصائيين، والفكرة التي يعني وكبار الموظفين حيالي لأدوار الإدارة الرئيسية بعيدا عن المريض لتقليل انتشار إصابتهم بهؤلاء المرضى، لأن خسارة هؤلاء الأخصائيين وكبار الموظفين سوف ينعكس تكون سيئات مضاعفة عن باقي الموظفين، لأنه ليس كل الموظفين يستطيع أن يقوموا بعمل هؤلاء الأخصائيين وكبار الموظفين. إذن هؤلاء يجب المحافظة عليهم بشكل حريص أكثر من باقي العناصر الرعاية الصحية. تعليمات الحماية الشخصية، حقيقة مثل ما كنتم شايفين، الفكرة الأولى، يجب أن يكون جميع الموظفين مطالبين على وجه بارتداء معدات الحماية الشخصية personal protective equipment، ويجب أن يتعلموا كيفية التخلص منها بشكل علمي. إذا كيف يرتدوها بشكل علمي وكيف يتخلصوا منها بشكل علمي، ويجب عليهم أن يرتدوها بشكل إجباري، وهذا يكون على عاتق الحقيقة المفاصل المشافي
بحيث انه رؤساء الاقسام ورؤساء الشعب والاداريين ككل يقوموا بالسعي لتطبيق هذه التعليمات على كل الموظفين في المستشفى على الاطلاق، كلبس الاقنعه والقبعات وحمايه العينين ولبس القفازات المزدوجه والقاونات والعباءات والأجنحة والجوارب كلها. ثانيا، يجب على المرضى أيضا الاستمرار في ارتداء القناع الواقي طوال مدة الإقامة المستشفى وخلال نقلهم في خاصة خلال نقلهم في الكريدورات ومن مكان إلى مكان حتى نقلهم ما يؤدي إلى تلوث غيرهم. النقطة الثالثة بالتعليمات الحماية الشخصية، يجب أن يكون هناك ممر ومسار منفصل للمرضى المشتبه فيهم أو المصابين، وذلك بعيدا عن المرضى غير المصابين حتى لا يحدث عدوى بين المرضى نفسه. تعليمات نقل المرضى، حياة في أن أخذ قسمين من التعليمات. تعليمات رقم واحد، يجب أن يكون نقل المريض من وإلى غرف العمليات الخاصة اللي اسمها سموها الوحدات الخاصة بعمليات الكوفيد، كوفيد اوبريتنج اريا، او ما تسمى اختصارا سي او اي، كوفيد اوبريتنج اريا، في اسرع وقت ممكن. ولذلك يجب ان تكون ممرات فارغة عندما ينقل مثل هذا المريض، اولا للسرعة وثانيا حتى لا يحتك بأحد غيره. ثانيا، تدريب موظفين نقل وتجهيزهم بمعدات الوقاية الشخصية. يجب أن هؤلاء الذين ينقلون مرضى أن يكون على حماية تامة ضد هذا الفيروس، مثل أي طبيب أو أي ممرضة، هذون عادة يكونوا عاملين، يجب أن يكونوا على دراية تامة بالوقاية الشخصية ويرتدوا المعدات الوقاية الشخصية. ثالثا، نقل المريض من خارج المستشفى بسيارة خاصة مخصصة لذلك، ألا تنقل إلا مرضى الكوفيد، ويتم فصل عادة حجرة المريض في سيارة نقل عن السائق، وهؤلاء السائقين أيضا يكونوا كما يسمى القطع النادر، سائقي سيارات الإسعاف، يجب أن يكونوا كمان محميين ونحافظ عليهم ما أمكن، لذلك يجب أن نفصل الكابين تبع السائق عن كابين المريض. خامسا، تطبيق جميع التدابير الوقائية على استخدام النقالة وعلى الأفراد المسؤولين عن النقل أثناء وبعد النقل. يعني هذه النقالات يجب أن تعقم وتطهر بشكل جيد وما شابه، فتعقم فورا بعد أن ينتقل المريض منها، ويجب أيضا تعقيم المصاعد التي استخدمت لنقل هؤلاء المرضى. تتمة التعليمات نقل المرضى، تأمين فريق تنظيف مدرب خصيصا على مدار 24 ساعة لتنظيف كل الأماكن التي يمكن أن يمر منها مريض المصاب، ويجب على أي مريض أن يرتدي قناعا جراحيا وقفازات مقاومة للماء وغطاء رأس وأغطية الحذاء أثناء النقل، وكما يجب أن يطهر يديه قبل النقل. كما يجب على العاملين في النقل تطهير اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل النقل، ويجب أن يقلل من الاتصال بالمرضى ما أمكن. كما يجب استخدام حاويات مخصصة يمكن التعرف عليها جيدا للنفايات الصحية المعرضة لمخاطر العدوى. تعليمات منطقة الأوبئة كغرف العمليات والتنظير وغيرها المعدة للمصابين بمرض كوفيد. أولا، تقليل عدد الإجمالي للعاملين في غرف عمليات المرضى المصابين بفيروس كوفيد وغرف الإجراءات الطبية، بحيث أننا نضع برنامجا خاصة لفترة الجائحات يكون في عدد أقل ما يمكن من الموظفين في كل غرفة وفي كل جناح، حتى لا إذا أصيب أحدهم لا ينتقل إلى آخر، ويكون الآخرين جاهزين كاحتياط يستدعوا عندما يصابوا زملائهم. ثانيا، يجب إعادة تعبئة معدات الحماية الشخصية والمخزون المطلوب لنظافة اليدين بشكل دوري داخل غرف العمليات، يعني المحلول الكحولي والقفازات والأقنعة عندما تستخدم يجب أن يعوض عنها فورا حتى تكون جائزة، وإلا يدخل ولا شخص إلى غرف العمليات ولا ينتقل إلا
مرتدي معدات الحماية الشخصية كاملة. ثالثا طبعا معدات الحماية الشخصية تختلف من مشافي إلى مستشفى آخر حتى حسب إمكانية المشافي عموما، ولكن أقول يجب أن يكون هناك الحد الأدنى من الحماية، على الأقل القناع الماسك والقفازات وغطاء الرأس وكفر شوز وغطاء الحذاء والقاونات المعدة لذلك، وهي متوفرة في مشافينا والحمد لله. ثالثا يجب إبقاء جميع أبواب غرف العمليات مغلقة خلال فترة العملية كاملة، ويجب نقل أي معدات غير ضرورية بعيدا عن طريق عبور المرضى المصابين. إذا هذه غرف العمليات لا نضع فيها إلا الأدوات التي يجب أن نستخدمها لهؤلاء المرضى، وأي أدوات أخرى يجب أن تكون في مكان آخر عقيم غير غرف العمليات المعدة للمصابين بهؤلاء المرضى أو المشتبه بإصابتهم. ويجب تمييز العاملين المتعاملين مع مرضى الكوفيد عن غيرهم وتسجيل أسمائهم حتى نعرف إن ما عدد وأسماء العاملين الذين كانوا على تماس مع المريض فيما لو كان ظهرت إصابته أو كان إيجابيا أصلا. ستة، يجب أن تبقى السجلات الطبية خارج غرف العمليات وتسجل خارجا بعد أن تنزع الأقنعة والقفازات والحماية الشخصية، إذا توضع في أماكن خارج غرف العمليات. سابعا يطبق الضغط السلبي داخل غرف العمليات حتى يكون الهواء دائما مجددا، ويمنع من تراكم كميات الفيروس إذا كان مرضى مصابين به في داخل غرف العمليات. أما التعليمات أثناء العمليات الجراحية فهي نستطيع أن نوجدها بعدة نقاط. النقطة الأولى أنه يجب سبق أن تكلمت عن التقليل من المعدات والاقتصار الضروري منها في كل عملية، ولا نفتح أدوات كبيرة في العملية حتى أولا نمنع تلوثها، وثانيا تجعل كمخزون واحتياطي لعمليات أخرى. ثانيا تقليل الموظفين الذين يدخلون ويخرجون غرفة العمليات من أجل تقليل مخاطر الإصابة، وتحضير جميع المواد الجراحية المطلوبة مسبقا، يعني الخيوط والشفرات والمستهلكات كاملة والمطهرات وكل الأدوات والأجهزة التي يجب أن استعملها أن تكون بشكل مسبق مجهزة داخلها قبل أن يصل المريض إليها. ثالثا استخدام حاويات خاصة للأدوات المصابة الملوثة والحالات الحادة اللي اسمها Infectious Risk Health Vest، يجب أن تكون جاهزة هذه الحاويات في غرف العمليات. أربعة، يجب أن يكون الكحول لنظافة الذي متاحا دائما طبعا، وينصح بتجنب استخدام الأجهزة متعددة الاستعمال Reusable، ويفضل ما أمكن في هذه الحالات استخدام المواد التي تستخدم المستهلكة التي تستخدم مرة واحدة disposable والتخلص منها فورا بعد الانتهاء من العمل الجراحي. ستة، يجب على جميع العاملين أي الجراح والأخصائي التخدير والممرضات والمقيمين والفنيين إلى آخره الدخول إلى غرفة العمليات في الوقت المناسب بهدف تقليل الوقت المستغرق في غرفة العمليات نفسها. إذا بيدخلوا فورا أثناء في بداية العملية وجميعا دفعة واحدة وبمجرد دخولهم غرفة العمليات يجب ألا يغادروا حتى تكتمل العملية، ومجرد خروجهم يجب ألا يعودوا مرة أخرى للدخول، وتبقى غرفة العمليات إذا نظيفة وقليلة من الذهاب والإياب واحتمال التلوث. بالنسبة لأماكن الخطر الأخرى غير غرف العمليات كأماكن التنبيب الرغامي أو التهوية غير الغازية، التهوية غير الغازية لمرضى القصورات التنفسية وحالات خزع الرغامة وحالات الإنعاش القلبي الرئوي اللي في تماس شديد مع المريض ومفرزاته، والتهوية اللذوية قبل التنبيب، وخاصة تنظير مثل تنظير قصبات والتنظير الهضمي العلوي وغيره، تطبق عليها هذه الأماكن الخطرة تطبق عليها نفس تعليمات العمليات الجراحية. تعليمات نزع معدات الوقاية الشخصية، وهذا هام جدا أيضا، كما أنه يجب أن يتعلم العاملون
على ارتداء الأقنية المعدات الوقائية يجب أن يتعلموا طريقة نزعها بشكل علمي. إذا يجب على الجراحين وكل الأطباء والممرضين وكل المشاركين في غرف العمل أن يأخذوا كل العناية حتى لا يصابوا أثناء إزالة معدات الوقاية التي كانوا يلبسونها. يعني يكون مريض ذهب إلى غرفته وهن انتهت عمليتهم، ولكن ممكن أن يكون عالق مع هذه المواد فيروس، فيجب أن تنزع بشكل دقيق حيث يتم ذلك من خلال خطوات مناسبة تمنع إعادة تلوث الملابس وأيدي العاملين. فمن المرجح أن تكون القفازات الأولى ملوثة بشدة ويجب إزالتها أولا، ثم يجب اعتبار جميع معدات الوقاية الشخصية الأخرى مصابة أيضا وإزالتها بعناية أثناء إجراء النزع، خاصة إذا كان المريض يعاني من السعال. هنا يجب إزالة الجناح الواقي غطاء الرأس، الغطاء الواقي البعيد عن العينين، وغطاء الرأس والحذاء وغطاء لاحقا، ثم إزالة قناع الوجه والنظارات مع الحرص على التعامل مع قناع الوجه من ننزعه من الأربطة الجانبية وليس من لمسه من الأمام، ويجب إزالة الزوج الثاني أخيرا من القفازات، حيث يجب أن يتم تنفيذ آخر أن ينفذ ذلك كآخر معدات الوقاية الشخصية، وأخيرا يجب تعقيم اليدين بمحلول كل حمائي بدقة بعد ذلك مباشرة. بهذه الطريقة بنكون نزعنا بشكل علمي معدات الوقاية الشخصية دون أن تنقل إلينا التلوث مرة أخرى. بالنسبة للتعقيم البيئي أماكن العمليات والممرات وما شابه، يجب تعقيم غرف العمليات ومناطق التبادل المحيطة بها في أقرب وقت ممكن بعد كل إجراء، كما يجب تطهير جميع المناطق التي يمر فيها المرضى مرضى الكوفيد بعناية أيضا بما في ذلك الأرضيات والأسطح، ويجب تخلص من مواد الاستخدام الفردي من خلال حاويات خاصة للحالات الإنتانية، ويجب تطهير المواد المعاد استخدامها وغسلها وتجفيفها وتعقيمها بناء على الإصابة بالعدوى، والمعدات الكهربائية كالجهاز أجهزة التهوية الآلية والأجهزة الشعاعية يجب أيضا تنظيفها بمحلول مشتق من الكلور وشطفها وتجفيفها ثم تطهيرها، ويجب ارتداء وفي كل هذه الحالات يجب العامل بهذا الموضوع أن يرتدي معدات الوقاية الشخصية كاملة أثناء إجراء التعقيم، وأي شيء يمكن التخلص منه داخل غرف العمليات أو أثناء العملية يجب أن يكون التخلص منه في غرف الحاوية في الحاويات الخاصة على المواد الإنتانية حتى ولو لم يكن استخدمت بعد. إذن كل الأدوات التي فتحت والمواد التي فتحت يجب أن يتخلص منها ولا يعاد أن تستخدم إذا مرضى آخرين ولو كانت قابلة للاستخدام مرة أخرى. بالنسبة للنفايات الحية التخلص منها يكون بإنشاء حاويات مخصصة للنفاية الطبية الخطرة مباشرة خارج العمليات، تنقل هذه الحاويات إلى نقطة التجمع ويجب التخلص من جميع الأدوات الحادة في وعاء بلاستيكي، ويجب كذلك ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند العاملين الذين يعملون على هذه الحاويات ونقل الحاويات وإزالتها على الفور، ويجب استبدال أي حاوية تالفة أو ملوثة بشكل واضح. بالنسبة للغسيل أيضا إدارة الغسيل يجب أن تكون دقيقة، يجب أن يعتبر الغسيل ملوثا وبالتالي يجب التعامل معه ونقله بعناية بهدف منع انتشار العدوى، فمثلا الشراشف وأغطية الوسائد والعارضات وما ذلك، ويجب الذي يتعامل معها أن يكون مرتدي معدات الوقاية الشخصية اللي حكينا عنها اللي هي الماسك واقي العين وغطاء الرأس والقفازات وأغطية الأحذية والقاونات أثناء التجميع. عدم وضع هذه الشراشف أو الغسيل على الأسطح والأرضيات، احتمال أن تكون هذه الأسطح والأرضيات ملوثة ولكن توضع مباشرة داخل حاويات مخصصة، يجب إغلاقها وإرسالها فورا للتنظيف والتعقيم للحد من تركها خارج غرف العمليات. وبالنهاية نكون وصلنا إلى الخلاصة، بحيث أن يجب أن نقول يجب يعد وضع خطط دقيقة راسخة لتنفيذ إجراءات جراحية وحالات الطوارئ على مريض الكوفيد إلزاميا، يجب على المستشفيات إعداد بروتوكولات داخلية محددة وترتيب التدريبات المناسبة للموظفين المعنيين وكل الطاقم الطبي، تؤدي هذه الإجراءات لحماية الطاقم الطبي وحماية باقي مرضى المستشفى،
كما تؤدي لرفع أداء الطاقم الطبي لاستيعاب حالات الجائحات الكبيرة التي يمكن أن تحصل في أي وقت في هذا الزمن. وبهذا الشكل حيا بنكون وصلنا إلى نهاية موضوع عن التعامل مع المريض الجراحي المصاب بالكوفيد أو المحتمل أنه يكون مصاب، ويجب أن يكون مثل ما حكينا معدات الوقاية الشخصية كاملة، ويتعلم الطاقم الطبي كيف يرتديها وكيف ينزعها بحيث يحافظ على سلامته وسلامة الآخرين. وبهذا الشكل أشكر استماعكم زملائي، وأرجو أن تكون هذه الخلاصة فيها فائدة لطلابنا بشكل خاص وللأخصائيين وللعاملين مقدمين الرعاية الطبية في كل المشافي وعلى كافة المستويات. وشكرا.